وخارجا، حول هذه المواضيع كلها وحول الحلول قمة العربية في جدة لمعارك السودان واستفزازات الاحتلال. يسعدني أن يكون ضيفي الأستاذ علي الشمري. أستاذ علي أرحب بك مجددا. أستاذ علي، إذا ما بدأنا من الجانب السوداني، ما هي الحلول التي يمكن أن تقدمها هذه القمة إلى الوضع في السودان، في حين أن هناك من الدول المجتمعة البعض يدعم حميتي والبعض يدعم البرهان؟ مشكلة السودان مشكلة وجودية. يعني السودان من المعروف السودان بلد حديث جدا، يعني هو أصلا السودان على مر تاريخه هو جزء من مصر. لحد العهد الملكي عام 52 كانت مصر جزء من السودان، وكان اللقب الرسمي لملك مصر الملك فاروق هو ملك مصر والسودان، فالسودان جزء من مصر أصلا. ثم بعد ذلك في عهد عبد الناصر انفصلت السودان، ولم يعني القوى اللي ساهمت في عملية الانفصال لم تقتنع أنه هناك يجب أن يبقى السودان بهذه الكتلة الكبيرة مساحة وسكانا، فعملوا على فصل الجنوب اللي يكثر به الوثنيين ويقودوا المسيحيين، ولا الأصل وثني. هذا الآن السودان المصغر حتى هذا يريدون إنهائه. المشكلة في وجود السودان نفسه، هل يبقى السودان كما هو أم تفصل دارفور دولة مستقلة وتبقى المناطق اللي بيها العنصر اللي نقول عليه العنصر العربي؟ القوة اللي موجودة الآن هي قوة من دارفور اللي هو حميدتي. حميدتي أصلا ميليشياوي، رجل كان عنده ميليشيا، صراع مع الجيش، وهذه مشكلة من مخلفات سنوات الاحتلال بعد نشوء الدولة الوطنية والدولة القومية. وجود ضباط عسكريين مغامرين يستلمون الحكم ولا يقبلوا أحد يشاركهم، يعني لا يسلموها لأحد ولا شيء. وهذا اللاحظة في كثير من الدول اللي الدول العربية خصوصا الكبيرة منها، في مصر في سوريا، دائما يجب أن يكون سيادة المشير الفريق الركن إلى آخره. الآن حميدتي دخوله على الخط بواسطة ميليشيات الدعم السريع يقف في ظهره محمد بن زايد في الإمارات تقف خلف هذا الشيء، وحال حال حفتر في ليبيا، هم يريدون أن يكون له دور، وحفتر يدعمه بشكل أو بآخر لأنه أساسا يعني هو هذا النظام هالشكل ماشي الأمور، أن هؤلاء يأتون ولن نقبل أن تكون الدولة بيد هذا الطرف أو ذاك. يعني الآن إذا ممكن يصل إلى حل، فالحل أنه يكون السلطة مقتسمة بين هذا الطرف وهذا الطرف مع تحديد كل واحد من هو صلاحيته. يعني أنت ممكن أن تأتي إلى السلطة وتكون مهمشا، يعني ما لك ورقة ما تستطيع توقع عليها، هذا الأمر معروف. حميدتي لا، يريد مشاركة بصلاحيات، وهناك من يقف خلفه، والبرهان يريد إنهاء وجوده، لكنه بالنتيجة لا يمكن. هذا يمتلك الجيش وهذا يمتلك أيضا جيش. المشكلة واقع على رؤوس الناس، يعني على السودان كدولة، على السودان كشعب، هذه المشاكل تأتي من هنا، كيف يمكن حلها؟ الحل ليس بيد السودانيين، يعني خلينا نكون صريحين واضحين، الحلول دائما تأتي من الخارج هذه الأنظمة، لأنه فقدت مبررات وجودها، لا هي قادرة على إدارة البلد ولا قادرة على إيجاد أي شيء أو تقديمه لشعوبها، فتبقى المسألة مرتبطة برا. يعني الآن بشار الأسد، من الذي يتخذ قرار بقائه أو مغادرته؟ الخارج. ولكن هل يمكن مقارنة نموذج بشار الأسد أو نموذج سوريا الآن بنموذج السودان؟ ربما يغضب منك بعض السودانيين الآن يا أخي. نفس الشيء، شوف يعني مهما اختلفنا في التوصيف نفس الشيء في ليبيا في سوريا. ولكن ماذا على السودانيين أن يفعلوا؟ هم يقفوا الآن إعلاء حلول أخرى، يقفون مع الجيش الذي يمثل الدولة، يمثل كيان الدولة، حتى تمثيل لكيان الدولة. المشكلة أنه كيان الدولة أيضا جاء بطريقة الانقلاب، يعني صار الانقلاب ثقافة عامة، صار أمر مقبول. يعني إحنا لما نتكلم على شيء الجميع ينتقده لكن الجميع يفعله، طيب ما الحل؟ هل الحل بقيام انقلاب عسكري آخر؟ شوف البشير جاء بانقلاب والبرهان جاء بانقلاب،
وحميتي جاء من انقلاب وبينهم كان انقلاب سلسلة لا تنقطع من الانقلابات، وكل واحد يأتي يقول أنا أمثل الشرعية. وكلمة الشرعية هذه يعني ماذا تعني؟ شرعية ماذا؟ شرعية الانقلاب، شرعية القوة، شرعية التغلب، أي شرعية يتكلمون عليها؟ الجميع يتكلم عن الشرعية، لكن أي شرعية؟ هذه مشكلة إحنا نواجهها، مشكلة من يمثل فعلا الشرعية. ما هي الشرعية في مفهومكم؟